السيدات والسادة، أهلا بحضراتكم. هذه حلقة جديدة من برنامج مساحة للرأي. ما زالت تغطيتنا مستمرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي تشغل الرأي العام العالمي. الكل يترقب من سيكون الرئيس الجديد للولايات المتحدة. هل سيكون الرئيس المنتهي ولايته الجمهورية دونالد ترامب أم منافسه الديمقراطي جورج بايدن؟ منافسة ساخنة حتى آخر ساعتها، كلا المتنافسين يؤكد فوزه إلا أن النتيجة لم تحسم بعد. حول هذا الموضوع تدور حلقتنا اليوم من مساحة للرأي مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. بنرحب بحضرتك دكتور حسن معنا. أهلا وسهلا. هنبدأ حوارنا فورا ولكن نتوقف عند هذا التقرير. كلاهما يعلن فوزه، هذا هو الحال مع مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهورية دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن والمتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020. ورغم أنه لا تفصلنا سوى ساعات معدودة عن الإعلان الرسمي للمرشح، فإن المنافسة ما تزال مشتعلة ولم تحسم بينهما بعد. هذا وقد اعتبرت هذه الانتخابات الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أدلى أكثر من 160 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم فيها. صوت منهم قبل يوم الاقتراع المباشر ما يقرب من 100 مليون ناخب صوتوا عبر البريد نظرا لانتشار وباء كوفيد-19 والذي استلزم عدم التزاحم والاختلاط. هذا وتنافس المرشحان بشكل شبه متساو في 12 ولاية تسمى الولايات المتأرجحة والتي سيحسم فرز الأصوات فيها هذا الأمر. وطبقا للمجمع الانتخابي يتم تحديد عدد الأصوات لكل ولاية بنسبة لعدد سكانها، ويبلغ عدد أصوات المجمع الانتخابي لكل الولايات 568 صوتا، وعلى الفائز الحصول على أكثر من نصف عدد تلك الأصوات، وهو ما لم يتأكد بعد لأي من المرشحين. ومن ناحيته شكك الرئيس ترامب في التصويت عبر البريد بزعم أنه يسهل تزويره أو أنه غير دقيق. وعلى الجانب الآخر انتقد بايدن وبشدة كل نقاط ضعف ولاية ترامب وأهمها التعاطي مع قضية جورج فلويد وما صاحبها من عنصرية تجاه ذوي البشرة السمراء بالإضافة لملف البطالة، وكذلك عجز النظام الصحي للولايات المتحدة الأمريكية عن السيطرة على وباء كوفيد-19 لدرجة أصبحت معها الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة دول العالم في أعداد الإصابة بالفيروس أو الوفاة بسببه. هذا إلى جانب بعض القضايا الأخرى في هذا البلد متعدد الأصول والأعراق. قد يكون هناك فارق في الأصوات لكنه بسيط لدرجة يصعب معها حسم من هو الساكن الجديد للبيت الأبيض، وهذا ما ستكشفه الساعات القليلة القادمة. أجدد الترحيب بحضراتكم ونبدأ حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور حسن أهلا بك مرة تانية. أهلا وسهلا. بطبيعة الحال بتتجه طبعا أنظار العالم كله للولايات المتحدة حيث الحدث الأبرز وهو انتخابات الرئاسة الأمريكية، تحديد الساكن الجديد للبيت الأبيض لمدة 4 أعوام قادمة. يبدو أنه ليس بالأمر الهين، منافسة محتدمة، الأرقام لساعات قريبة كانت متقاربة جدا. كيف تتابع المشهد في مجمله وهل تتوقع مفاجآت في اللحظات الأخيرة؟ الحقيقة طبعا الانتخابات الأمريكية يعني هي محط اهتمام العالم كله، لأنه تغيير الإدارة الأمريكية بيترك تأثيره طبعا سواء على الداخل الأمريكي أو حتى على علاقات الولايات المتحدة كدولة عظمى وكقوة عظمى بالعالم وبدول المختلفة. يعني أظن أنه حالة المتابعة وحالة المنافسة المحمومة بدأت حتى قبل يعني التصويت الفعلي، بدأت حتى في أثناء حملات الدعاية والمناظرات. يعني حضرتك شفتي طبعا أنه يعني ظلال أزمة فيروس كورونا كانت يعني تخيم على الوضع، ويمكن هي اللي هتترك أثرها حتى على إعلان النتائج، لأنه كتير من الأصوات راحت بالبريد زي ما حضرتك تعلمي، يعني خوفا من الإصابة بالفيروس أو غيره. يعني كانت إجراءات احترازية، وفي نفس الوقت اللي استخدمه جو بايدن على أنه يعني التدليل على عجز الإدارة الأمريكية في ظل ترامب عن أنها تسيطر على هذا الوباء، سواء كان الأثر الصحي أو الأثر الاقتصادي، لأن الملايين فقدوا وظائفهم خلال هذه الفترة، فدي تركت ظلالها، وده اللي يخلي الحقيقة الانتخابات الأمريكية هذا العام مختلفة عن سوابقها اللي حدثت قبل كده. وفي المقابل بقى هتلاقي حضرتك سمة
تانية تمام، ودي برضو اللي هتأثر على النتائج، انه هناك تشكيك صحيح في يعني فكرة التصويت بالبريد، وان هناك احتمالا للتلاعب في هذه الأصوات. حتى دونالد ترامب نفسه دعا انصاره الى التصويت في مراكز الاقتراع وعدم الاتفاق بالنزول مباشرة تمام. يعني التشكيك ده في حد ذاته بيصيب العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة في الصميم، يعني هو سابقة اولى منها بالظبط، بيخلينا امام مشهد مختلف تماما يا استاذ فاطمة. احنا كنا دايما يعني يظهر امامنا فائز بالمنصب والمنافس الذي خسر بيهنيه، وتبقى المساله ماشيه بصوره مؤسسيه زي ما بنقول كده في العلوم السياسيه. لكن المشهد الحالي هو مشهد من وجهه نظري واقرب الى العبث، يعني لان انت بتضربي اركان المؤسسه في الصميم من خلال التشكيك اللي بيقوم به المرشح الجمهوري دونالد ترامب، واللي هيرفع الامر الى حد دخول في مسجلات قضائيه. يعني حضرتك تعلمي انه هيرفع دعوه بالظبط، ورفع دعوه بالفعل بوقف الفارز في بعض الولايات وللمحكمه العليا، خصوصا اذا علمنا ان هو يعني لسه معين طبعا يعني رئيسه المحكمه العليا قريبا، وعندنا من التسعة الأعضاء ستة ينتمون إلى الحزب الجمهوري، وبالتالي هناك يعني احتمالات أنه يكون في تعاطف مع ترامب على حساب بايدن. كل ده الحقيقة بيخلي المشهد شديد التعقيد يا صحيح. في نفس الوقت الأصوات متقاربة جدا تمام، هو جو بايدن إلى الآن يعني متقدم، ولكن لم يصل إلى الرقم السحري المطلوب وهو 270 صوت في المجمع الانتخابي. ننتظر بعد فرز الأصوات في أريزونا وغيرها من الولايات المختلفة أن يحقق ترامب التقارب المطلوب، أو ربما شوف أنت عندك طبعا يعني الولايات اللي بينتظر فيها ترامب أن هو يحصد مجموعة من الأصوات عشان يقلل الفارق، لكن في نفس الوقت جو بايدن قدامه 6 أصوات فقط. يعني إذا فاز في ولاية نيفادا اللي هي متبقية تمام، ومتبقي فيها فارز الأصوات، وحصل على 6 من أصوات الناخبين الكبار كما يسمون في المجمع الانتخابي، هيجيب 270 صوت، وبالتالي نصبح أمام حاصل على الرقم المطلوب داخل المجمع الانتخابي صحيح. وهنا يمكن للتوضيح برضو يا أستاذ فاطمة، الناس بتعتقد أن الناخب الأمريكي بيختار الرئيس مباشرة، هذا الكلام غير صحيح، هو بيختار من يختارون الرئيس اللي هم بيبقوا أعضاء المجمع الانتخابي موزعين على الكونجرس بمجلسيه اللي هو مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولاية كولومبيا. طب عشان نوضح الصورة أكتر للي بيتابعونا، لو يعني إيماءة سريعة على موضوع المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، ما المقصود به؟ تمام، المجمع الانتخابي هو مجموعة الناخبين الكبار الذين يحق لهم اختيار الرئيس ونائبه على كارت واحد في نفس الوقت يعني تمام. دول موزعين على أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وولاية كولومبيا تمام. احنا عندنا 538 عضو في المجمع الانتخابي، و435 منهم أعضاء في مجلس النواب، 100 في مجلس الشيوخ، 3 لولايه كولومبيا لها خصوصيه في النظام الامريكي. طبعا حضرتك عارف النظام الامريكي له يعني خصوصيه بالظبط تمام. مجموعهم هيبقى ال 538 علشان يفوز المرشح لمنصب الرئيس لازم ياخد الاصوات داخل المجمع، مش الاصوات المباشره بتاعت الناخبين. يعني وارد جدا انه تمام شخص يعني يحصل على الاغلبيه الشعبيه من الناخب بالنسبه لاعضائه، لكن ما ياخدش اصوات المجمع الانتخابي. الحساب بيبقى لحساب اصوات المجمع الانتخابي ان هو يجيب 270 فما فوق تمام. لو حصل انه محدش منهم جاب ال 270 او حصل تساوي بين الاثنين، وارد جدا انه يحصل تقارب في الاصوات، الدستور اكيد نص على بالظبط. الدستور بينص على ايه؟ بينص في هذه الحاله على انه تجرى ما يسمى بالانتخابات الطارئه. ايه هي الانتخابات الطارئه دي؟ انه يتعمل مره اخرى يتفتح الترشيح، ويتولى مجلس النواب انتخاب الرئيس منفردا، ويتولى مجلس الشيوخ انتخاب نائب الرئيس منفردا. خلي بال حضرتك بقى لو هنا الاداره ديمقراطيه او الاداره جمهوريه هيبقى لها تاثير في انتخاب الرئيس، وفي مجلس الشيوخ لو الاداره برضه جمهوريه او ديمقراطيه هيأثر في اختيار الرئيس. هندخل في دايلما، هندخل في معضله كبيره تمام. هم عايزين يحسموا الامر قبل 20 يناير. طب لو ما حدش حصل خالص على 270 صوت تمام، وده سيناريو موجود الحقيقه، هيتولى رئيس مجلس النواب اللي هو الحالي نانسي بيلوسي تمام، يعني مؤقتا اداره شؤون البلاد لمنع حدوث فراغ سياسي. يعني في سيناريوهات موجوده، لكن السيناريو الافظع بقى يا استاذ فاطمه ان احنا ندخل في دوامه من المنازعات القانونيه نتيجه الدعاوى اللي هيرفعها انصار ترامب، دي حاجه بالتشكيك في الاصوات، وده بيهدم المؤسسيه والديمقراطيه الامريكيه. الحاجه الثانيه ان يتحول هذا الامر الى حاله فوضى. في صوره مظاهرات. بدا الحقيقه في اريزونا كان في مظاهرات بيقفلوا قدام مراكز الاقتراع وبيطالبوا بوقف العد بوقف الفرز. طب يعني حضرتك شفت ازاي تويت دونالد ترامب امبارح؟ كان ليه اكتر من تويت، حتى تويتر يعني تحفظ على بعض التغريدات. كان في تويته خاصه بموضوع التشكيك في نزاهه العمليه الانتخابيه، وقال ان يعني الانتخابات الرئاسيه يجرى الان سرقتها.
كلمة هذه السرقة يعني هي بين قوسين هنا فيها مش بس إيماءات وإيحاءات ومدلولات. ده أنا عايز يعني أضيف لحضرتك حاجة تانية، تمام؟ مش بس قال سرقتها، لا ده المسؤولين عن حملة ترامب قالوا في التويتات بتاعتهم أنه بيتم تصنيع الأصوات، يعني بتجيب ناس تمام وتحطها كأنها سجلت وهي ناس اتوفت مثلا من 10 سنين 15 سنة وهكذا، يعني يعني تهمت بالتزوير. بالظبط. طب هنا الصورة ممكن نفسرها على انها يعني ضغط من مرشح للانتخابات الرئاسية، مجرد ضغط ورقة ضغط بيلعب بيها، ولا هي يعني دعوة كده مبطنة الى الاحتشاد والتظاهر اذا طبعاً لم تعلن؟ جزء منها في البداية اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده ألاعيب انتخابية وآلية ضغط علشان الناخبين ينزلوا والكلام ده كله، ده مفهوم، لكن عواقبه سيئة جدا، تمام؟ لأنه الحقيقة قد يؤدي إلى حالة الفوضى اللي احنا بنتكلم عنها دي، لأنه الناس هتنزل، تمام؟ والناس هتعترض على النتيجة، تمام؟ الناس مش هتأخذ القنوات المؤسسية اللي موجودة، الناس هتبدأ تعبر عن نفسها وتعبر عن رفضها للنتيجة أيا ما كانت بالمناسبة يا أستاذ فضل، لأنه أنصار ترامب إذا نزلوا بالتأكيد في أنصار لبايدن هينزلوا، والرافضين لاستمرار ترامب لولاية تانية تمام حبرضو حينزلوا، وبالتالي المسألة هتتحول إلى حالة من حالات النزاع. أنا مش عايز أقول حرب أهلية، إنما قد يكون هناك حالة فوضى شديدة تستدعي السيطرة. ويمكن حضرتك شاهدتي المواطنين الأمريكيين لأول مرة في الانتخابات الأمريكية بيعملوا احترازات ويقفلوا بيوتهم ويحطوا يعني الأخشاب والكلام ده كله منعا حالة تحفز، يعني حالة تحفز شديدة. يعني إذا كان ترامب في الولاية الأولى يعني نجح من وجهة نظره في أنه يحدث استقطاب وانقسام داخل المجتمع الأمريكي، هذا الانقسام واضح أثناء هذه الانتخابات. لكن خلينا نقول برضو أنه النتائج اللي احنا شايفينها تظهر أنه ما زال لترامب شعبية داخل المجتمع الأمريكي، صحيح. يعني حقق بعض النجاحات على الرغم من الفشل اللي حصل مثلا في إدارة الأزمة كورونا، لكن توفير آلاف الوظائف مثلا، مظلة التأمين الصحي، مظلة التأمين الصحي. بالضبط. ليه؟ لأنه كان شعاره أمريكا أولا، وحضرتك تعلمي أن الناخب الأمريكي غير معني إلا بالداخل، صحيح. يعني ما بيبقاش معني قوي بالسياسة الخارجية والعلاقات مع كذا لا لا خلاص، هو معني بشؤونه الداخلية. يمكن رؤية حضرتك كمان انعكست في بعض الولايات اللي أعلن دونالد ترامب بفوزه فيها، بالزبط. وهي محسوبة أصلا على الديمقراطيين. بالظبط. في المقابل بقى تقولي إن الديمقراطيين خيبوا أمال أنصارهم لأنهم ما قدروش حتى يحتفظوا بالولايات اللي كانوا فازوا بها قبل كده في 2016، بل خسروها لصالح ترامب. يعني المسألة متأرجحة ومشهد شديد التعقيد، صحيح. للغاية، صعب جدا إن احنا نتنبأ بالرئيس حتى اللحظة. كيف تابعت دكتور حسن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة بشأن استطلاعات الرأي طبعا خاصة بالمزاج العام الأمريكي؟ وأعتقد أنه البعض يرى أنه يجب أن يعتد باستطلاعات الرأي لأنها في 2016 أثبتت أنها ناجحة. يعني استطلاعات الرأي في 2016 كانت بتشير إلى فوز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون، ولكن لم ينظر بشكل جدي إلى هذه النتيجة الخاصة باستطلاعات الرأي وثبت أنها صحيحة. شوفي، مش دايما استطلاعات الرأي بتبقى يعني صادقة، لكن لها أهمية في كل الأحوال. يعني في الولايات المتحدة من سنة 36 لغاية النهاردة استطلاعات الرأي تلعب دورا كبيرا جدا في التنبؤ بالرئيس القادم، ويمكن اكتسبت أهميتها من نجاحها في أنها تتنبأ بهذا الرئيس. لكن وجود المجمع الانتخابي ووجود التصويت داخل المجمع الانتخابي والحصول على أصوات بعينها داخل المجمع الانتخابي بيخلي استطلاعات الرأي قد لا تتفق أحيانا مع النتيجة النهائية. يعني استطلاعات الرأي تشير مثلا إلى فوز مرشح معين، تمام، لكنه يستطيع لصورة أو لأخرى أنه يحصل على عدد من الأصوات يعني أقل من اللي هي هتوصل لمنصب الرئيس، ويحصل منافسه على منصب الرئيس. مش دايما بتتوافق استطلاعات رأي، لكنها مهمة ودائمة ومستمرة. يعني بتعطينا على الأقل مؤشرات، تمام؟ هذه مؤشرات قد تصدق، ولكن قد تحدث مفاجآت في اللحظة الأخيرة. أهمية استطلاعات الرأي بالتأكيد أنها بتعرض زي ما حضرتك قلت كده المزاج العام الأمريكي، هم رايحين فين، لكن هذا المزاج قد ينقلب بين لحظة وأخرى، لأنه عنده معايير كتير قوي في الاختيار، مش بس نجاح الإدارة، لا، المعايير الشكلية، يعني البيض والسمر، رجل أو سيدة، النوع، الكلام ده كله، كل ده بيبقى فيه اعتبار كبير جدا لدى الناخب الأمريكي. يعني لا نهون من هذه السمات الشخصية، تمام، اللي بتلعب دور في التأثير على الناخب، وبالتالي بتلعب دور كمان في اختيار داخل المجمع الانتخابي. هنرجع نستكمل حوارنا مع حضرتك، ولكن نتوقف عند تقرير الصحافة. مشاهدينا ابقوا معنا. الأهرام. يقول فاروق جويدة إنه رغم اهتمام ترامب الشديد بقضايا العالم العربي، إلا أنه منح إسرائيل وممارستها كل شرعية وأعطاها كل ضمانات الحماية، كما أهداها القدس والجولان والتطبيع مع أكثر من دولة عربية
والبقية في الطريق. المصري اليوم كتب مصطفى حجازي قائلا إن الرابح في الانتخابات الأمريكية ليس هو الرئيس ولا المواطن الأمريكي، ولكن الرابح هو جوهر الديمقراطية فكرا وممارسة، والتي تصدت في رهانها للعنف والجهل والديكتاتورية. الوطن ذكر عماد الدين أديب أن السيناريو الكابوس بالنسبة للولايات المتحدة هو خسارة ترامب، لأنه سيعلن وقتها تزوير الانتخابات ويقرر الذهاب إلى المحكمة العليا ويحتج على بعض السلوكيات ويشكك في النتيجة التي جاءت عبر البريد ويدخل البلاد في دوامة غير قصيرة. الشرق الأوسط ألمحت الشرق الأوسط إلى أنه رغم الانقسامات الحالية في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، فإن السلوك الأمريكي العام يشير لرغبة الجميع في الانسحاب من الشرق الأوسط. وهنا تبقى المشكلة الحقيقية، ألا وهي نظرة الشرق الأوسط لذاته وتعامله مع المعطيات الجديدة. اليوم السابع ختاما أكد أحمد إبراهيم الشريف أن التناقض هو جوهر الشخصية الأمريكية، فهذه الدولة التي كرست للعبودية هي نفسها التي تتبنى مبادئ حقوق الإنسان في العالم، ورغم زعمها أنها تقف في وجه الحروب فهي في الوقت ذاته تشن حروبا على دول وتدمرها، وفي حين تدعي محاربة الجماعات المتطرفة نراها تساعدها وتدعمها. نرجع نستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الاستاذ الدكتور حسن سلامة. استاذ دكتور حسن، ايا كان النجاح في هذه الانتخابات سواء جو بايدن او الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، هل تتوقع تغيرا جوهريا في السياسه الامريكيه تجاه منطقه الشرق الاوسط؟ يعني شوفي، جوهريا دي مهمه قوي يعني اللي في السؤال. السياسه الخارجيه الامريكيه فيها ثوابت واضحه، لكن تنفيذ هذه الثوابت قد يختلف من إدارة إلى أخرى، لكن في النهاية النتيجة قد تكون واحدة. النتيجة ممكن تحصل خلال سنة بالنسبة لإدارة ما، وقد تحدث خلال 3 سنوات بالنسبة لإدارة تانية. يعني الحدة في الإسراع بالعملية في السياسة الخارجية، لكن في موضوعات مثلا مختلفين فيها. تمام، يعني أمن إسرائيل ده مسألة ثابتة بالنسبة لكافة الإدارات الأمريكية المتعاقبة يعني. تمام، ويمكن ده كان واضح بصورة أكتر طبعا في ظل إدارة ترامب. طبعا الإدارات السابقة يعني مارست نفس الدور، ويتوقع أنه حتى في حالة فوز بايدن هو يضمن الأمر، ولكن بصورة أقل حدة. يعني يمكن يدي يعني شوية اهتمام لمبدأ حل الدولتين، ممكن يبقى فيه اهتمام أكتر بالقضية الفلسطينية، عقد مؤتمرات دولية، عودة مائدة المفاوضات، وقف عمليات ضم وقضم الأراضي الفلسطينية. وارد أن يكون ده يعني نهج، لكن الثابت الأساسي هو ضم عليه ليس على حساب أم إسرائيل. صحيح. قد نحصد بعض المكاسب في لحظة ما، ولكن ليس أيضا على حساب أم إسرائيل. لكن في موضوعات تانية زي مثلا الاتفاق النووي الإيراني، حضرتك تعلمي مثلا أنه يعني ترامب خرج منه. صحيح. خرج من كل الاتفاقيات الدولية، اتفاقية المناخ وغيرها، يعني خلى حالة التماس الأمريكي مع القضايا العالمية بعيدة تمام. أعتقد أنه بايدن هيبقى يعني حريص على أنه يعيد التوازن في علاقة الولايات المتحدة بهذه الاتفاقيات الدولية من ناحية، بالمنظمات الدولية من ناحية، منظمة الصحة العالمية والاتهامات الكثيرة التي وجهها ترامب لها تمام، بالفشل في إدارة الأزمة واختراعها وغيرها، كل انسحب منها كل ده تمام. كل ده أعتقد أن بايدن هيبقى له توجه مختلف. بالتأكيد سوف نشهد مسارا مختلفا في العديد من القضايا، خصوصا في المنطقة بتاعتنا، منطقة الشرق الأوسط طبعا بما فيها مصر. عايزين نسأل برضو على الموقف من مصر بعد يعني. طيب خلينا برضو نقول بقى، المسألة ليست مرتبطة فقط بالرؤية الأمريكية، ولكن مرتبطة بالأطراف اللي انت بتتعاملي معها. مصر لها خصوصية من وجهة نظري. مصر دولة كبيرة لها ثقل، مصر دولة مفتاحية لديها قيادة، عندها رؤية، عندها علاقات جيدة مع العالم العربي وحتى في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لا يمكن أبدا يعني اغفالها. تمام، انما لابد انه كل القضايا وحلول كافه القضايا لابد ان يمر عبر مصر، وبالتالي الولايات المتحده وهي تربطها بمصر طبعا علاقات وثيقه وعلاقات استراتيجيه وتعاون كبير، سواء خصوصا في المجالين الاقتصادي والعسكري. لا يمكن ابدا التهوين من امر مصر في كافه القضايا الاقليميه. ممكن تشهدي تقارب في بعض الاحيان، ممكن تشهدي بعض الاختلافات، لكنه لا يصل الى حد التوتر الذي يفقد هذه العلاقه مصداقيتها او تاثيرها في تسويه بعض النزاعات. يعني انت عندك المنطقه كلها متاججه ومتوتره، وبالتالي الدوله الوحيده القادره على لم الشمل في هذه المنطقه هي مصر. القياده الواعيه التي يحترمها الجميع هي القياده المصريه، وبالتالي بالتاكيد الاداره الامريكيه سواء كان ترامب او بايدن سوف يعني يعطي كل ثقل لمصر خلال المرحله المقبله.
برضو نستكمل حديثنا عن منطقة الشرق الأوسط والمواقف الأمريكية في الملفات المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط، تركيا، الملف الليبي، الوضع في سوريا. كيف ترى الصورة إذا ما وصل جو بايدن إلى الحكم أو إذا ما استكمل دونالد ترامب ولاية ثانية؟ في المنطقة بتاعت ليبيا ومنطقة شرق المتوسط واليونان وقبرص، دي منطقة يعني شديدة التعقيد وتشهد الحقيقة في الوقت الحاضر يا أستاذ فاطمة ما نسميه الصراع على مناطق النفوذ. صحيح. يعني الصراع مش مرتبط بمصر بس ولا مرتبط بليبيا بس، لا مرتبط بأطراف إقليمية أخرى يعني تتلبسها حتى فكرة الزعامة. يعني أنت عندك تركيا تسعى إلى استعادة أمجاد معينة والبحث عن ثروات، عندك روسيا تبحث عن البترول والنفط، تمام، عندك منظمة أنشئت يعني منتدى غاز المتوسط لأنشأته مصر، يعني عندك تحركات كثيرة جدا في هذه المنطقة، وبالتالي مش في خطوة واحدة هتقدري تقولي تمام يا ترى بايدن هيعمل إيه. لا بالتأكيد هناك مصالح، السياسة في النهاية لا يوجد فيها لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة. إنما يوجد فيها مصالح دائمة. إذا وجدت الأطراف الإقليمية هي تحقق للإدارة الجديدة مصالح، أعتقد أن هناك تقاربا سوف يحدث بصورة أو بأخرى. صحيح. تمام، ممكن هنا بقى يبقى في مجموعة من الضوابط شوي، ممكن يبقى في مجموعة من القيود شوي على تحركات هذه الأطراف، تمام؟ إنما علشان تقولي المسألة هتختلف من النقيض إلى النقيض، أنا لا أقتنع بهذا الكلام. يعني في النهاية هي مصالح، الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها، ومن حقنا أيضا أن نبحث عن مصالحنا مع الأطراف التي تحقق هذه المصالح. صحيح. لازم ننظر برؤية استراتيجية شوية. يعني برضو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني الناس كلها بتشوف هي الإدارة الأمريكية هتعمل إيه في هذه المنطقة، طب احنا هنعمل ايه في هذه المنطقة؟ يعني الطرح لابد ان يكون مختلفا. صحيح. تمام، الطرح ما يبقاش رد فعل، يكون لابد فعل. ان يكون مبادرة. لازم يبقى الاطراف اللي موجودة خصوصا في منطقتنا، ومصر الحقيقة يعني تؤدي هذا الدور بكفاءة عالية جدا، ولكن مطلوب اكتر انه ماذا لو فاز فلان. تمام، ايه السيناريو اللي احنا هنعمله في هذه القضايا؟ كيف سيكون الدور المصري مثلا للتدخل في الازمه الليبيه، في لوقف الانتهاكات والتجاوزات في قانون البحار اللي بتمارسه تركيا؟ تمام، كيف نستعين بالحشد الدولي، فكره التقارب الشخصي مع الاداره الامريكيه سواء كان ترامب او تمام بايدن؟ كل ده الحقيقه لابد ان يوضع في الحسبان. احنا دايما بننظر يا استاذ فاطمه ان احنا ردود افعال، لا، لابد ان يكون السيناريو مختلفا، الطرح مختلف، انه ماذا سنفعل، ايه هي المبادره، لابد ان تكون يكون زمان المبادره من اصحاب المصلحه، واحنا اصحاب المصلحه. صحيح. نرجع نتكلم تاني وتحليل اكتر للمشهد الانتخابي في هذه الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، ونتكلم عن الكتله التصويتيه للاقليات او الامريكان الافارقه في هذه الانتخابات. طبعا سياسات ترامب كانت معروفه خلال فترته الاولى، وانه كان يعني غير محبز للمهاجرين، وكان عايز يعمل جدار مع المكسيك وما الى ذلك، وفكرته طبعا من قضيه جورج فلويد وما الى ذلك. الكتله التصويتيه للسود في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى هي مؤثرة في هذه الانتخابات؟ هل يمكن أن نقول أنها قد تكون حاسمة؟ فكرة الحسم هنا مسألة يعني تحتاج شوية إلى تحليل أعمق، يعني لكن قد تكون يعني محركة في اتجاه معين، لكن لا بد أن تكون هناك تمام يعني عوامل اخرى، عناصر تانية. تمام، يعني انت عندك في مقابل السود الافارقه اللي هم يعني متضايقين من سياسه ترامب وقد يعني يصوتون لصالح بايدن، انت عندك اخرين متعصبين شايفين انه الاداره الامريكيه في ظل ترامب يعني احدثت بالنسبه لهم نجاح وتفوق كبير جدا، ويمكن ده اللي خلى يعني النتائج بالصوره اللي احنا شايفينها، اللي خلى ترامب يحصد بالفعل تمام يعني مجموعه من الاصوات ما كانش متوقع ان هو يحصدها في ظل حاله يعني انهيار من وجهه نظرنا احنا من الخارج كمحللين، لكن الداخل الامريكي زي ما حضرتك شايفه كده له اختيارات اخرى. تمام، طبعا الافارقه والسود والمهاجرين لهم دور في يعني تأييد بايدن بصوره معينه، القضايا اللي بتتسم بالمرونه والحريه شويه تمام في اتجاه بايدن طبعا، لكن هناك عناصر اخرى محافظ تمام اكثر تقاربا مع دونالد ترامب. يبقى المشهد شديد التعقيد يا استاذ، يبقى المشهد ما تقدريش تقولي ان عنصر وحيد هو اللي هيحسم الامور، انما تستطيع انك تقولي ان احنا امام مشهد ننتظر نتائجه علشان يحدد لنا مبادئ جديدة للتحليل خصوصا بالنسبة للنظام الامريكي. يشتبك ايضا في هذا التعقيد الانتخابات الخاصة بالكونجرس الامريكي التي تسير بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، وحضرتك طبعا تابعت يعني في الديمقراطيين فقط ومجلس النواب، ولكن متقدمين في مجلس الشيوخ. صحيح. يعني هذا التوازن المطلوب الذي تسعى دائما او تحرص عليه دائما الولايات المتحده في التوازن بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، يعني كيف ترى الصوره اذا ما ايا كان طبعا مين اللي هيفوز في هذه الانتخابات الرئاسيه مع يعني التطور في الانتخابات الخاصه بالكونجرس الامريكي؟ شوفي، دايما كنا بننظر للولايات المتحده على انها نموذج فريد في الانظمه السياسيه،
تمام، حتى يطلق عليها النظام الرئاسي. الرئاسي، النظام الرئاسي، النظام الرئاسي الوحيد اللي هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، تمام؟ لأنه زي ما حضرتك شايفة كده، الرئيس ينتخب مباشرة، تمام؟ والكونجرس ينتخب مباشرة، محدش له سلطة على التاني، اللي هو الفصل التام ما بين السلطات، اللي هي فكرة التوازن اللي حضرتك بتتكلمي عنها. إمتى يحصل التوازن بقى يا أستاذة فاطمة؟ مصلحة الأمة الأمريكية. أنت عندك خط أحمر، تمام؟ هذا الخط الأحمر لا يمكن تجاوزه. إمتى الخط الأحمر ده بيظهر؟ إذا كان هيترتب عليه انهيار للأمة الأمريكية أو فقدان لقوتها على مستوى العالم كسوبر باور، كقوة عظمى، تمام؟ هنا تلاقي الكونجرس بمجلسيه، تمام، يتراجع، وتلاقي الرئيس كمان يتراجع. فكرة التوازن اللي حضرتك بتتكلمي عنها هنا. لكن طبعا بالتأكيد هناك مسجلات، لأنه وارد جدا أن الرئيس ينتمي إلى إدارة والسيطرة على أحد المجلسين قد تكون لإدارة أخرى، والاثنين يقفوا لبعض في تنفيذ سياسات، خصوصا فيما يسمى بالمغامرات الخارجية أو إرسال قوات أجنبية أو غيره. كل ده ممكن يحصل خلاف. شفنا عرقيل، شفنا عرقيل من قبل مجلس النواب ونانسي بيلوسي لدونالد ولايته الأولى. لكن في النهاية، تمام، لابد ان احنا نصل الى حقيقة مهمة، انه الاثنين هيتفقوا على انه المصلحة الامريكية العليا لها الاولوية. الخلافات الشخصية وممكن يعني يختلفوا ظاهريا قدام الناس، لكن لابد ان يكون في اتفاق بينهم. في خلافات كانت فريدة من نوعها طبعا. شفنا خلاف بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ودونالد ترامب، ما كانوش بيتكلموا. ده صحيح، ده صحيح. لكن لما بتيجي تاخدي قرار، الوضع بيختلف تماما. القرار بيختلف تماما، تمام، انه القرار يبحث عن مصلحة الأمة الأمريكية، لا يترتب عليه فقدان هذه الأمة لسيطرتها. نعم، يعني جو بايدن كان دايما بيتكلم في المناظرات على وجود حالة من الانقسام تسبب فيها دونالد ترامب. الى اي مدى لو فاز دونالد ترامب بولاية ثانية يمكن ان يغير هذه السياسات؟ يغيرها ليه اذا كان هو فاز بيها؟ يعني هيغيرها ليه؟ يعني المنطق هنا، تمام، منطق ان هو ينظر الى نفسه على انه فائز، لانه عايز يحقق مزيد من الشعبيه. كويس، لكن هو شايف انه الاداره دي، تمام، في ظل ما مارسه، تمام، من سياسات هي اللي وصلته تاني للولايه التانية. تمام، انا بفكر بمنطق دونالد ترامب، تمام، احنا بنفكر بمنطق انه ما يجب ان يكون، ما ينبغي ان يكون، انه عايز يغير ويحقق مزيد من الشعبيه، تمام، وبالتالي هو لازم يغير من هذه السياسات. الحقيقه لا، هو مقتنع تماما، تمام، والنتائج تؤكد انه شخصيه استثنائيه بالنسبه للامريكيين، تمام، بدليل ان هو تم اعاده انتخابه، تمام. لكن فكره بقى انه يغير هذه السياسات قد تكون هناك مستجدات معينه ترتبط بالمصلحه الامريكيه، انه والله استمرار هذه السياسات سوف يفقد الامه الامريكيه سيطرتها، او سوف يفقد قدره الاداره الامريكيه على انفاذ سياساتها بالنسبه للامريكيين، او مش هتحقق مصالح للامريكيين تحسن من جوده الحياه بالنسبه لهم، لانه في النهايه الاهم هو المواطن الامريكي وليست السياسه الخارجية. كل ده اعتبارات هتؤخذ في الحسبان، لكن مش هتظهر النهاردة، ممكن تظهر على مدار السنوات الأربعة القادمة التي قد تدفعه إلى تغيير، ولكنه ليس تغيير جذري، ما هوش تغيير جوهري في هذه السياسات، لأن ده نهج، دي رؤية، تمام، وهذه الرؤية تساعد على تنفيذها مؤسسات يا أستاذة فاطمة. يعني لا تنظرين إلى اختفاء ترامب، ولكن انظري إلى اختفاء الترامبية. الاختفاء الترامبي يعني المجموعة المؤسسات ذات المصلحة من استمرار هذه السياسات، ومجموعة المؤسسات ذات المصلحة من استمرار ترامب نفسه، تمام، بدليل انها تسعى الى فوزه، تمام، وبالتالي غياب هذه السياسات او تحويلها من النقيض الى النقيض مسألة صعبة جدا التنبؤ بها. بتأكيد أي رئيس بيفضل أنه يكون له ظهير في الكونجرس الأمريكي، سواء داخل مجلس النواب أو داخل مجلس الشيوخ، لتمرير كل التشريعات التي يرفعها إلى الكونجرس. شايف حضرتك إلى أي مدى يؤثر الكونجرس في القرارات الأمريكية؟ لا، ده يعني ده مؤثر بدرجه كبيره جدا يعني، تمام، حتى اذا كنا بنتكلم على الفصل التام بين السلطات، لكن لا تستطيع انفاذ هذه السياسات الا بموافقه الكونجرس، لان كل هذه السياسات بتترجم في صوره ماليه، تمام، في صوره ضرائب، في صوره مستحقات، في صوره اعباء وتكاليف ماليه، كل ده لابد ان يوافق عليه، تمام، ممثلو الشعب، تمام، اللي هو الكونجرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لكن التركيبه بقى داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ هي اللي ممكن تغير، تمام، لانه كثيرا ما ينظر الى مجلس النواب على انه هو التمثيل الشعبي، اما مجلس الشيوخ هم الناس الاكثر ثراء، تمام، الاكثر سيطره، بالظبط، تمام، الاكثر خبره، كل دول، تمام، بيلعب دور كبير قوي، تمام. الحصول على الموافقات ليس سهلا، يمكن حضرتك بتشوفي، تمام، يعني مناقشات حاده قد تصل الى حد يعني تعويق صدور قرارات،
تمام. ده بيظهر لك اثر هذا البرلمان واثر كمان الديمقراطيه اللي احنا كنا بنتكلم عنها تمام. يعني فكره الديمقراطيه رغم الفصل بين السلطات، يعني الرئيس له صلاحيات طبعا ويستطيع ان يتخذ قرارات في بعض الامور تمام، لكن هناك امور لابد ان يصل فيها الامر الى التوازن. هي دي الديمقراطيه اللي احنا بنتكلم عنها، فكره السجال لتحقيق المصلحه الوطنيه اللي هو بيهددها ترامب النهارده تمام بالتشكيك في العمليه الانتخابيه. يعني النهارده بيهدد هو قيم الديمقراطيه اللي الناس بتنظر فيها الولايات المتحده على انها واحه الديمقراطيه الحقيقه تمام. لا، هذا الكلام لابد ان يعاد النظر فيه. عشان كده انا قلت لحضرتك بعد هذه الانتخابات هنبدا من جديد اعاده تحليل النظام الامريكي وتبني اسس جديده في ظل اداره ترامب اذا تولى لمرة جديدة. وبطبيعة الحال الأمريكان في حالة حبس أنفاس في انتظار نتيجة هذه الانتخابات المختلفة زي ما حضرتك أشرت. الانتظار قد يمتد ساعات وقد يمتد أيام وقد يمتد أشهر، وكلنا ننتظر هذه النتيجة. العالم كله مش الأمريكان بس. الله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. شكرا يا فندم. شكرا. غدا إن شاء الله مشاهدينا الكرام حلقة جديدة ومساحة جديدة للرأي.